شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية لدعم الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك بحضور أعضاء الحزب وكبار الشخصيات العامة وبمشاركة عدد كبير من الشباب والمرأة ونحو 7000 مواطن يمثلون فئات الشعب المصري. وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة إلى أن هذا الحشد والدعم للمرشح الرئاسي يرجع لسبب أساسي، وهو أنه مخلص في عمله ولديه الرغبة الصادقة لوضع مصر والمصريين دائما في المكانة التي تليق بهم.